السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي؟ معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، والنهاردة زي ما وعدتكم لو في أي تعليق في أي استفسار هنرد عليه على طول. وأنا كان جايلي استفسار بخصوص اللايف سايكل اوف ا بلانت أو دورة حياة النبات، وحبينا نشرحه بشكل مختلف برضو وبشكل بسيط وعن طريق استخدام الورقة والقلم. وزي ما وعدتكم قبل كده لو في أي حد عنده أي استفسار هنرد عليه على طول. فزي ما واضح قدامنا دلوقتي، احنا كان عندنا اللايف سايكل اوف ا بلانت أو دورة حياة نبات، ولايف يعني حياة، وسايكل يعني دورة، وبلانت يعني نبات. زي ما احنا شايفين كده هو الكلمات اللي موجودة في الجزء ده هي كلمات جديدة علينا، اللي مطلوب منكم ان انتوا تعرفوها، بس مش مطلوب منكم ان انتوا تحفظوا السبيلينج بتاعها. انا عايز منك تعرف الكلمات دي معناها ايه، وتبقى فاهم يعني ايه دورة حياة نبات. انت تفهم بس دورة الحياة بتاعته عبارة عن ايه، بيبدأ ازاي وبينتهي بايه. وزي ما وضحنا قبل كده، اول حاجة بيبدأ بيها النبات بيكون عبارة عن سيد يعني بذرة، سيد يعني بذرة، وهي SEED سيد يعني بذرة. وبعد ما بيكبر شوية وبنحط عليه المية وبنزرعه في الأرض، بيبقى حاجة اسمها سبراوت. سبراوت يعني برعم، سبراوت يعني برعم، والبرعم ده بيبقى ليه حاجة اسمها روتس. روتس يعني جذور، روتس يعني جذور. وبعد شوية بيكبر شوية كمان وبيطلع له أوراق، الأوراق دي اسمها ليفز، الأوراق دي اسمها ليفز، والمفرد بتاعها ليف يعني ورقة. والليفز دي طبعا نبات زي ما احنا شايفين، دي روتس برضو. الروتس دي بتمتد في الأرض أكتر شوية وبتنزل أكتر تحت شوية علشان خاطر يمتص مية أكتر ومعادن أكتر ويكبر، فاسمها روتس زي ما احنا عارفين. بعد شوية بيبقى بلانت، بلانت يعني نبات، بلانت يعني نبات. والبلانت ده أي بلانت في الدنيا بيبقى ليه زهرة، الزهرة يعني فلاور، الزهرة يعني فلاور، الزهرة دي اللي بيطلع منها الثمرة، الزهرة دي اللي بيطلع منها الثمرة، سواء كانت فاكهة مثلا، سواء كانت خضار معين بناكله، سواء كانت حاجة نبات زينة، فبيبقى نبات بعد كده. والنبات ده اللي هو اسمه بلانت، والنبات ده بيبقى ليه زهرة اللي هي الفلاور. فزي ما قلنا مرة تانية، قول ورايا حبيبي، يبقى آخر مرة مراحل دورة حياة النبات. أول حاجة سيد، سيد يعني بذرة، 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 سيد يعني بذرة. دي أول حاجة. سبراوت يعني برعم، سبراوت يعني برعم، سبراوت يعني برعم، سبراوت يعني برعم. وروتس يعني جذور، روتس يعني جذور، روتس يعني جذور، روتس يعني جذور. ليفز يعني أوراق، ليفز يعني أوراق، ليفز يعني أوراق، ليفز يعني أوراق، ليفز يعني أوراق. flower يعني زهرة، flower يعني زهرة، flower يعني زهرة، flower يعني زهرة، flower يعني زهرة. ونبات يعني plant، نبات 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 يعني plant.
ونوصل للجزء بتاع الميكسين كولرز اللي هو في بيج 32 في الكتاب، وهو في أول سيركل طالب مننا إن احنا نخلط اللون اللي هو الريد اللي هو الأحمر، وعايزنا نضيف عليه اللون اللي هو البلو اللي هو الأزرق، ريد زائد بلو. وبيسألنا بيقول لنا الريد مع البلو هيدينا لون عامل ازاي، ونبتدي نعمل التجربة دي ونشوف شكل اللون اللي هيطلع عامل ازاي. ادي لون الريد، ادي الريد، ودي اقلام رصاص زي ما احنا شايفين، ونبتدي نعمل كده اهوت، ادي الريد تمام. ونجيب اللون البلو الأزرق ونحطه عليه، زي ما احنا شايفين يا أصحابي هيطلع لون تالت خالص. زي ما هو واضح قدامنا، وهو اللون البيربل، البيربل اللي هو الايه؟ البنفسجي، اللون البيربل اللي هو البنفسجي، اللون البيربل اللي هو البنفسجي، بيربل يعني بنفسجي، بيربل يعني بنفسجي، بيربل يعني بنفسجي، بيربل يعني بنفسجي. وهنا مطلوب منكم بس ان انتوا تعرفوا اسم اللون بيربل يعني بنفسجي، مش لازم تحفظوه، بس ممكن تحفظوا الريد والبلو، ريد يعني أحمر وبلو يعني أزرق، لما بندمجهم مع بعض بيدينا البيربل اللي هو البنفسجي. وده أول سؤال. والسؤال التاني كان بيقول لو حطينا بلو على يلو، لو حطينا بلو على يلو، لو حطينا بلو على يلو هيطلع ايه؟ لو حطينا البلو على اليلو هيطلع ايه؟ عايزين نعرف الإجابة. فهنجيب البلو الأزرق، هنجيب البلو الأزرق، وأدي البلو قدامنا أهو، أدي اللون الأزرق أهو قدامنا، ده بلو تمام. تمام يا صحابي، وعايزين نحط عليه اليلو، وادي اليلو الأصفر، نحط عليه اليلو الأصفر ادي البلو على اليلو. المفروض ان هو اقرب حاجة ليهم ايه؟ اللون ده، اللونين دول على بعض اقرب حاجة ليهم الجرين. مش ملاحظين ان هو لونه مدي جرين شوية؟ يبقى اقرب حاجة ليهم الجرين، يبقى البلو على اليلو هيدينا جرين، جرين اخضر، جرين اخضر، جرين اخضر، يبقى بلو ازرق هنحط عليه يلو أصفر هيدينا جرين أخضر، جرين أخضر. وده السؤال التاني في الصفحة دي، آخر جزء في الفرح. حتى درس النهاردة بنتكلم فيه عن الأسرة والعائلة، الفاميلي والإكستندد فاميلي، الأسرة اللي هي الأسرة الصغيرة اللي هو أنا وأخويا وأختي وماما وبابا، الـ extended family هي عبارة عن الأسرة الكبيرة أو العائلة الكبيرة، واللي هي بتتكون من الجد والجدة والأب والأم والخال والعم لغاية أصغر حفيد في العيلة، ودي بنسميها الـ extended family. يبقى احنا عرفنا الفرق بين الفاميلي والـ extended family، واحنا هنشرح الأسرة الكبيرة أو العائلة الكبيرة الـ extended family،
وهنبتدي ناخدها بالترتيب من أكبر حد فيها وهو الجد والجدة. وعايزين نوضح، ادي شكل الجد اهو قدامنا، ادي الجد قدامنا اهو بالعكاز بتاعه، وده اسمه جراند فاذر. جراند فاذر، جراند فاذر يعني الجد. وادي الجدة جنب منه نوت، وهي اسمها جراند ماذر. جراند ماذر اللي هي الجدة، وهي عندها شعر كده مثلا، كده 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 كده. وبعدين نوصل للأب والأم اللي هما الفاذر والماذر. آدي الأب أهو، آدي شكله كده هوت، هو شايل معاه بطيخة أو حاجة، وده اسمه الفاذر. والأم هنا الناحية التانية جنبه، وأهي دي الأم عندها شعر بقى كده أكبر شوية، ودي اسمها mother، اسمها mother. يبقى grandfather، grandfather، grandmother، grandmother، father، father، mother، mother. وبعدين نوصل لأنا وأخواتي، أخويا وأختي، أنا وأخويا وأختي اللي هو مي، اللي هو انا اهو، مي انا، مي انا، مي انا. وده اخويا، ادي الاخ اهو، براذر، براذر، اخ، براذر. وجنبه السيستر، وعندها ضفاير بقى كده، دي سيستر، سيستر. يبقى مي أنا، مي أنا، براذر أخويا، سيستر أختي، ماذر أم، فاذر أب، جراند ماذر الجدة، جراند فاذر الجد. زي ما قررنا ان احنا نحط جملة مفيدة على بعض الدروس بحيث ان احنا نستفيد اكتر استفادة من الدرس، فاحنا ممكن نقول هنا جملة مثلا بتقول This is my family، هذه هي اسرتي. This is my family، هذه هي اسرتي. This is my family، هذه هي اسرتي. هذه هي أسرتي. ممكن نقول تاني جملة تانية، ممكن نقول members يعني أعضاء أو أفراد، members of my family، أفراد عائلتي، أفراد أسرتي، members of my family، أفراد أسرتي، أفراد عائلتي. وكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة والشرح العملي بتاع الحاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا، ولو في حد عنده أي تعليق أو عنده أي استفسار ياريت يرد عليا في التعليقات. أنا هكون سعيد جدا إن أنا أرد على التعليقات بتاعتكم كلها. ولو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش لسه اشتركت، وأعمل شير للمعلومة، لأن أنت هتاخد ثواب مشاركة العلم مع غيرك، وممكن حد تاني يستفاد بكلمة ولو صغيرة، فأنت مش هتخسر حاجة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.